طيب محمد مجدي قفشه كمان ومروان عطيه كان ليهم تصريحات قبل هذه المواجهه المهمه امام سيمبا التنزاني، نسمعها ونرجع نعلق. يعني انا اسف، يعني انت مش من حقك انك تقول على لعيب يضيع او ما يضيعش، دي حاجه مش بتاعتك، بترجع للمدرب. المدرب هو اللي يتكلم وهو اللي يقول مين ضيع ومين ما ضيعش، هو اللي يعدل مش اللعيبه. المدرب هو صاحب القرار في كل حاجه يعني. بس احنا ما ضيعناش، ضيعنا هناك فرص او كل حاجه، لكن زي ما ضيعنا زي ما جبنا. لكن هي الكره كده، لازم توصل ولازم تضيع ولازم تجيب، مش دايما هتجيب ومش دايما هتضيع يعني. بس فان شاء الله بكره في القاهره هنا تكون الدنيا كلها معانا ويكون معانا الحظ ان شاء الله ونصعد باذن الله يعني. لا اكيد طبعا، ما ينفعش تفكر في اللي جاي وانت لسه عندك ماتش بكره، لازم تكسبه طبعا قبل ما توجه سان داونز. وانت برضو انت عارف سيمبا فرقه تقيله وما فيش حد ضامن ان هو يكسب او ضامن ان هو يخسر. الماتش هيبقى صعب وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله، ونركز وبنفكر الماتش بماتش باذن الله يعني. طيب اول جمله قالها محمد مجدي قفشه، هو شخص طيب ودايما بيتكلم، تعرفين محمد مجدي قفشه بيتكلم على طبيعته يعني، بس واضح ان المراسل كان بيساله اضاعه الفرص واللي حصل في مباراه سيمبا في مباراه زاف، فقال له يا مالكش حق انك تتكلم على اضاعه الفرص، المدرب بس هو اللي يتكلم على اضاعه الفرص. لا، هو اكيد من حق المراسل يسال السؤال ده طبعا طبعا، ده سؤال مش خارج المنهج، ده سؤال في جوه المنهج حصل في المباراه الماضيه، ده واحد. اتنين، من حق الجمهور يبقى متضايق وزعلان ان في فرص بتضيع رغم ان الاهلي بيقدم مستويات رائعه جدا 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 الموسم الماضي والموسم الحالي جد، بس طبعا الجمهور عايز كل فرصه بتيجي تخش جول، فطبيعي يسال، الاعلام يسال، كل الناس تسال. فهو بس محمد مجدي قفشه، لا مش المدرب طبعا هيتكلم معاكم، بس طبيعي احنا كلنا نسال ليه الاهلي ضيع فرص سهله في مباريات ممكن تخلص يعني. مباراه اللي فاتت دي مباراه سيمبا تخلص عادي، يكسب الاهلي 3-4 و5 عادي جدا جدا يعني، ما يخلصش المباراه تعادل 2-2 حتى لو المباراه خارج الارض. انا بس تفسيري لهذا الامر انه هو دي شخصيه محمد مجدي قفشه، انه طبيعي جدا على سجيته جدا وبيتكلم من بالقلب وخلاص، بس طبعا هو مش تصريح مظبوط، هو مش كلام مظبوط يعني.